شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي رحاب السيرة المباركة الطاهرة كنا قد وقفنا في درسنا الماضي عند الميلاد النبوي، ولكن بعض الناس سألني لما كنا نتحدث عن النسب، قال قد علمنا نسب وصلة وعلاقة الناس جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك لم تخبرنا عن أبي بكر الصديق ونسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تركت هذا خشية الإطالة، وإلا فإني كما أسلفت في الدرس الماضي أردت أن أرسخ لمعلومة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف الأنساب وأصفاها، كما هو قال عن نفسه: فإن أصفى ولد إسماعيل عدنان، وأصفى ولد عدنان كنانة، وأصفى كنانة قريش، وأصفى قريش بنو هاشم، وأصفاهم وأنقاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهو بعث من خيار وصفوة. ولما نتحدث عن النسب أردت أن أتحدث عن النسب الأقرب، يعني مثلا محمد بن عبد الله لم يكن لعبد الله ولد غيره، فلم يكن له أخ إلا إخوان الرضاعة، فإن آمنة لم تلد غيره لا قبل ولا بعد، ومات أبوه وهو في رحم أمه. أما مع عبد المطلب فيجمعه أعمامه وأبناؤهم، قد تحدثنا عنهم في الدرس الماضي، أبناء عبد المطلب العشرة: الحارث وحجل والمقوم وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب، وأخواتهن الستة: أم البيضاء وأروى وأميمة، تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي. وعبد المطلب هو ولد هاشم، فيجتمع مع هاشم في أبناء هاشم أسد ومن معه، وهاشم هو ولد عبد مناف، وفي عبد مناف يلتقي مع الأمويين، لأن عبد مناف ولد هاشما وولد عبد شمس، وعبد شمس هو الذي جاء ببني أمية، جاء بحرب وجاء بأمية وجاء بربيعة، وهؤلاء جميعا يرجعون إلى عبد شمس، وعبد شمس يعتبر من قواد قريش الأفذاذ، كما سوف نعرف بعد قليل لما نتحدث عن حرب الفجار، كيف أن قائدهم في تلك الحرب كان هو حرب ابن عبد شمس أو أمية ابن عبد شمس. فبالتالي يجمعه مع عبد مناف الأمويين، وعبد مناف هو ولد قصي، وقصي كان له أخ، قصي الذي جاء منه النبي عليه الصلاة والسلام كان له أخ من إخوان قصي زهرة، ومن بني زهرة آمنة بنت وهب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، لأن كلاب ولد له ولدان زهرة ومنه وقصي، وقصي جاب منه عبد مناف وعبد الدار وعبد عزة وعبد مناف جاب منه جاب عبد شمس وهاشم وإخوانهم، صح؟ وهاشم جاب منه عبد المطلب وإخوانه، عبد المطلب جاب منه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم والده عبد الله. طيب نحن وقفنا في النقطة دي، الوفي أن قصي ولد كلاب لكلاب ولدان زهرة منه وقصي، زهرة وقصي أبناء منه أبناء كلاب، كلاب
جاب الولدين دين أبو كلاب منه مرة، أبو كلاب اسمه مرة، مرة هذا جاب أولاد، ولد اسمه تيم، اسمه منه تيم، وولد اسمه مخزوم، ده منه مرة، ولد اسمه كلاب. كلاب أتى بزهرة وقصي، تيم جاب أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله، ديل من بني تيم ديل الاثنين، طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في مرة. مرة والد تيم ومخزوم جاب أبو جهل وخالد بن الوليد. إذن مرة عنده كم؟ عنده ثلاثة مش كده؟ عنده تيم ومخزوم وكلاب. كلاب ده جاء منه منه الرسول، وتيم ده جاء منه أبو بكر الصديق، ومخزوم ده جاء منه منه خالد الوليد. طيب مرة نفسه ولد منه؟ مرة ابن كعب. كعب عنده أولاد مع مرة، واحد فيهم اسمه عدي وده جاب عمر بن الخطاب، واحد اسمه جمح وده جاب أمية بن خلف قتل مشركا، وجاب سهم وده جاب منه عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، ده كعب. طيب كعب جاب لؤي، من لؤي أشهر رجل من لؤي يلتقي عليه وسلم سهيل ابن عمرو، ده أبو جندل، وهذا الذي فاوض عن قريش يوم الحديبية. ولؤي جاء من غالب، ومن غالب رجل فذ اسمه أبو عبيدة بن الجراح، ده من غالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كل ما تمشي في النسب تجده جميع قريش يلتقي معها في شنو؟ في النسب. ولذلك بعث من أوسط الناس وأنقاهم. هذا إجابة على السؤال الفائت، أرجو أن يكون الأمر قد اتضح. طيب تزوج عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة، وقد تحدثنا عن نسب آمنة، قلنا أنها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن قصي، زهرة ابن منه ابن قصي. طيب فبالتالي تزوج عبد الله من آمنة. حكى أهل التاريخ والسير أن عبد الله بعد أن نجا من الذبح الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي أخذه عبد المطلب بيده وذهب به إلى بني زهرة ليزوجوه آمنة. في الطريق في مكة عرضت عليه امرأة نفسها لعبد الله لما رأت من النور الذي في وجهه، وأهل السير يقولون أنها أرادت هذا زنا، وهذا غير صحيح. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول أنها أرادت عبد الله زواجا، ولأنها امرأة، المرأة التي طلبت هذا الكلام من أنقى نساء قريش، اسمها أم قنال رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل هو ورقة ابن نوفل ابن ابنه ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. فعرضت أم قنال رقيقة نفسها على عبد الله زواجا، فقال لها لا أستطيع أن أخالف أبي، أبوه منه عبد المطلب. وبعض أهل السير يقول أنها كانت فاطمة بنت مرة الخثعمية، يعني التي عرضت نفسها لعبد الله الخثعمية. الراجح أنها أم قنال لأنها كانت تعرف أن نبيا سيخرج في مكة، هذا محسوم حتى عند أهل الكتاب بالمناسبة، كما سوف نعرف في الميلاد المبارك كيف أن أهل الكتاب كانوا يعرفون وقد انتشر أن النبي الذي سيخرج اسمه من الحمد. لذلك لو أتيت إلى اسم محمد قبل أن يتسمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أن أقواما يحسبون على أصابع اليد
بعض أهل السير يقول ابن كثير سبعة لا ثامن لهم يتسموا بمحمد، يرجون أن يكون كل يرجو أن يكون ولده هو شنو؟ هو النبي. ولله حكمته البالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رقيقة بنت نوفل واللي هي بتقبل خديجة شنو؟ عمة خديجة أو بنت عمها، لأنها رقيقة بنت نوفل ابن أسد، وخديجة بنت خويلد ابن أسد، وكلاهما ولد منه عبد العزة ابن منه ابن قصي، لأنه قلنا قصي ولد عبد العزة وعبد مناف صح، وعبد الدار، عبد الدار منهم مصعب بن عمير، وعبد العزة منهم خديجة بنت خويلد، وعبد مناف منهم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. طيب في معلومة حقه تعرفوها، عبد المطلب عنده أخوه اسمه أسد، عبد المطلب نفسه عنده شنو؟ أخوه اسمه أسد، ده غير الأسد، أسد ده أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ذاك أسد ابن منه ابن هاشم، أسد ابن منه ابن هاشم، أسد ابن هاشم ده برضو جاب له مرة اسمها فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. لذلك علي رضي الله عنه هاشمي من جهة أبيه ومن جهة أمه، في بيت الهاشمين أما وأبا، وأم أبو طالب تكلمنا عنها فاطمة أم أبو طالب، وأم عبد الله اللي هي جدة رسول الله فاطمة بنت عمرو بن عائل، غير أنها مخزومية، دي ما له مخزومية دي، وتزوج عبد المطلب وجاب منها الزبير وعبد الله وأبو طالب، دين أشقاء أمهم منه فاطمة. لذلك قال أهل السير علي أمه فاطمة وأم أبيه فاطمة وأم أمه فاطمة فاطمة وزوجته فاطمة وكانت له بنت تسمى فاطمة، ده علي بن أبي طالب كويس، فرضي الله تعالى عنهم. المهم أنت لما أنا دارك تستوعب أكاون أنت ما تحفظه، بس تعرف مكة بس، يعني تتخيل كده مكة والأشياء الفية، يعني تتخيل الجو في مكة. رقيقة اللي هي أم قنال عرضت نفسها لعبد الله فذهب عبد الله، وزوج في أيام تشريق من آمنة فدخل بها، لما رجع رجع بغير النور، فحاول يتكلم لقى أم قنال معرضة، قال أنت ما يعني تكلمت معي لماذا لا تريدينني الآن؟ فقالت عليك بآل زهرة حيث كانوا، كانت امرأة شاعرة، قالت عليك بآل زهرة حيث كانوا، اللي هي تقصد بذلك آمنة، وآمنة التي حملت غلاما، أكدت له أنه ده غلام بدون موجات صوتية، كلمته وقلت له ده ولد غلام، وآمنة التي على حسب ما بتقرأ هي النصارى واليهود جميعهم يعلمون أن رسول الله محمد هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، بل أخبرتك أن اليهود الذين سكنوا يثرب إنما سكنوا يثرب لأنهم يعلمون أنها مهاجر نبي آخر الزمان، وحتى أن يهوديا يسمى أبو التيهان، اسمه أبو التيهان، جاء سكن المدينة في آخر موته، قال له جمع اليهود هو في سكرات الموت، قال تعلمون أن زمان النبي آخر الزمان قد حضر، فيا يهود إذا جاءكم لا يسبقنكم إليه أحد، وهذا مهاجره، هيهاجر المحل دي سكت، ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حتى حيي بن الأخطب كما سوف نعرف في السيرة لما أرادوا قتله وسأله أخوه ياسر قال له كيف الرجل؟ قال هو نبي، قال وكيف الأمر؟ قال عداوته ما حييته،
يعلم أن النبي، لكن قال عداوتهم محيط لأنهم كانوا يريدون أن يكون نبي آخر الزمان إسرائيلي، وقد خرج نبي آخر الزمان شنو عربي من مكة. والغريبة كتب أهل الكتاب تدلل على أن حتى المحرف في بعض البواقي منه دلالات واضحة على أن نبي آخر الزمان في مكة. يعني حتى في التوراة يقول لك بدأ الوحي في سيناء مع موسى، واستعلن في ساعير في بيت المقدس مع عيسى، وتلألأ من فاران، وفاران هي مكة لأنها كثيرة الجبال، في وسطها بيت لله عز وجل وضعه إبراهيم عليه السلام. حتكون شنو يعني فاران دي؟ حتكون شنو تل أبيب ولا روما؟ مكة ما في كلام أصلا، الشيء موجود في كتب أهل الكتاب، بل في الزبور أن داود عليه السلام كان يخبرهم بنبي آخر الزمان يقول البهاء في وجهه والحمد غالب عليه. والحمد شنو غالب عليه. وفي الإنجيل بشرهم عيسى بالبارقليط، والبارقليط أحمد، يعني البارقليط معنى أحمد. ولما نجي في التسمية هنجي في التسمية شوية نتكلم عن هذه التسمية، كيف سمي محمد وما الفرق بين محمد وأحمد، لأنه بعض الناس قد يحتج يقول لك عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه منه أحمد ولم يقل شنو محمد. وقوله أحمد للطيفة عجيبة، ما قال محمد، وكويس أنه ما قال محمد، قال أحمد مخصوص يعني مش ناسي، ما اختلط الأمر عليه. وسأريك الفرق بين محمد وبين أحمد، في فرق ولا ما في؟ عند الناس ما في فرق محمد وأحمد، لكن في فرق، سأريك الفرق بعد قليل. المهم الذي ينبغي أن يعلم أنها قالت عليك بآل زهرة حيث كانوا وآمنة التي حملت غلاما فكل الخلق يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا إماما. الكلام ده قالته أم قنال ورسول الله حمل ليوم في رحم أمه. عليك بآل زهرة حيث كانوا وآمنة التي حملت غلاما فكل الناس يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا إماما. فأخبرته أن النور الذي رأته في وجهها هو الذي أطمعها فيه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما لطيفا، يقول أبو طالب كان وثنيا يستشفع بهبل ويستسقم بالأزلام ويعبد الأحجار، ما في ذلك شك. وأبو طالب لما مات قال له أبو جهل أترغب عن ملتي منه عبد المطلب؟ فملة عبد المطلب كانت شركية، لكن الله أظهر لعبد المطلب كرامات، منها زمزم، ومنها الماء الذي تفجر في الصحراء، ومنها فداء ولده عبد الله بمئة من الإبل، ومنها حادثة الفيل. قال ابن القيم وهذه كرامات في حقيقتها لرسول الله وليس لعبد المطلب، وهي من باب الصيانة والحفظ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقلب منذ آدم في أصلاب آبائه وأجداده، لم يحصل أنه انتقل من رحم إلى رحم إلا بحلال وزواج، من صلب إلى رحم من عدنان. والعرب كانت تعرف الزواج الصحيح، أن الرجل يأتي جاء عبد المطلب وخطب آمنة من أبيها وأعطوها مهر وزوجوه، زوج عبد الله. وهكذا كان عندهم الزواج بأنواعه، الاستبضاع كويس ونكاح ناس اليوم، وهذا الذي أقره شنو الإسلام. ولذلك بوسعنا أن نقول بملء أفواهنا وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. فرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام جاء من نكاح صحيح، دخل عبد الله
بآمنة وحملت به. آمنة تقول أنها ما أحست بألم ولا وجع، وأنها كانت مطمئنة إلى الذي في رحمها أنه سيكون شيئا ما وأنه محفوظ. وهذه عناية الله واختيار الله سبحان الله. ربك الرحمن ده عنده اختيار براو، وهذا يستفاد منه من الفوائد التربوية المهمة، تفرد الله بالخلق والاختيار وصيانة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو نطفة. صيانة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو شنو؟ وهو نطفة. طيب، خرج عبد الله بعد ذلك، ولأهل السير روايات. الرواية الأولى أنه خرج إلى الشام إلى حيث مات هاشم في تجارة مع أنداده، وأصابه مرض في طريقه، مر على أخواله في المدينة. أخواله من؟ بني النجار، والعرب تسمي خال الوالد خالا، أصلهم ليسوا خيلان أخوال عبد الله، إنما أخوال من؟ أخوال عبد المطلب، سلمة بنت عمرو بن عدي النجارية تزوجها هاشم وأنجب منها منه عبد المطلب. فهؤلاء أخوال من؟ أخوال عبد المطلب، ولكنه أخواله. والرواية الثانية تقول أن عبد الله أرسله والده إلى المدينة يثرب مباشرة ليمتار تمرا، عشان يمشي يجيب يعني تمر، يمشي يجيب للمدينة شنو؟ تمر، تمر المدينة لحد يوم الناس يغنوا. يقول لك تمر ال تمر المدينة لحد يوم الناس يغنوا للتمر ده. فخرج يأتي بهذا التمر. المهم المقطوع به أنه قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين كويس مات عبد الله في المدينة عند أخواله الذين رجعوا من القافلة. سألهم عبد الله عن ولده وكان يحبه جدا، فأخبروه أنه أصابه مرض فمكث يستشفي في يثرب، غير أنه مات ودفن في المدينة في دار النابغة الجعدي. في دار منه؟ النابغة الجعدي، وده عنده بيت، وحتى موصوف القبر وين؟ في دار النابغة الجعدي. وكانت هذه الدار دار النابغة الجعدي عنده بيتين. البيت الثاني شمال العتبة، أول ما تخش الباب على يدك الشمال دفن عبد الله هناك، وكان قبره إلى عهد قريب موجود، غير أن بعض الجهال كان يذهب ويستشفع بهذا القبر ويتبرك به. ما في ناس إيمان ضعيف بيحبوا يتبركوا، ده يلو حاجة كده يتبرك بها، كان ما لقى ما بيقتنع، يتخيل في حاجة جواه كده ناقصة إلا يتبرك له بحاجة، بس شفت عنده حاجة جواه ودي لازم يتبرك. دي مشكلة كبيرة جدا، وهذا من الجاهلية أعوذ بالله، لأن عبادة القبور وتقديسها من الأمور التي وقف منها الإسلام موقفا صارما وواضحا لا لبس ولا غموض فيه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، مش نسان لأنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا منهي عنه. وقطع عمر رضي الله عنه شجرة الرضوان، شجرة مذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في ناس برضو عندهم وهم، قالوا الشجرة دي طالما يأس القرآن فيها فايدة بيقوم مش يتبركوا، يتبركوا بشجرة لا تنفع ولا تضر. فقطعها عمر رضي الله عنه وأراح الناس منها. حتى وين الشجرة دي؟ ما موجود. فتوفي عبد الله وكان في 25 من عمره. عمره كان كم سنة؟ 25 سنة. يا إخوانا ربنا دي عنده حكمة عظيمة جدا، يريد أن يعلم البشرية أن سيد البشرية صار سيدا للبشرية بتوفيق الله لا بعون والد ولا والدة، ولذلك جرده من الوالد والوالدة. أما الوالد فلم يره، أما الوالدة مات في عمر أحوج ما يكون إليها ليتولى الله حفظه وصونه.
وحتى لا يؤثر عليه أحد، لأن الوالد له تأثير على ابنه على الولد، وحتى لا يؤثر عليه أحد، وحتى لا يتولى تشكيله وصياغته وتربيته غير الله جل وعلا. لذلك أراده هكذا، فمات عبد الله، وأنشدت آمنة بنت وهب أشعارا تصف فيها سليل بني هاشم وتمدحه، ورثته بأجمل الأشعار وأزهرها وأفصحها. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل 571 ميلادية. اختلف أهل السير في ميلاده، قال بعضهم أنه ولد في رمضان وهذا شاذ وبعيد، وبعضهم قال أنه ولد في الثاني من ربيع الأول، وهذا اختيار ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك وابن حزم أنه ولد في الثامن من ربيع الأول، أما ابن إسحاق وابن أبي شيبة والجمهور على أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل. طيب، يتحدث أهل السير عن إرهاصات الميلاد. إرهاصات، إرهاصات الشيء ما كان قبله، يعني الأشياء الحصلت قبل الميلاد، من سهولة الحمل ويسر الوضوع. ولقد كانت الشيماء وهي امرأة زهرية، وهي أم عبد الرحمن بن عوف، وقبل قلنا عبد الرحمن بن عوف من شنو؟ من بني زهرة، كانت قابلة وشهدت الميلاد. الروايات تقول أن أمه رأت نورا حين حملت به، وهذا واضح ممكن يكون رأت نورا حين حملت به، وقد تكون رؤية منامية وقد تكون رؤية حقيقية، وليس في هذا ما يعجز، يعني ما مستغرب. وعند الميلاد رأت أمه نورا أضاء له قصور بصرة، وبصرة بالمناسبة ليست البصرة، البصرة أصلا يعني أسست في عهد الدولة الأموية والعباسية، أما بصرة بعيدة قديمة، وهي التي تاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها في الشام، ولقي فيها بحيرة الراهب. دي شنو؟ دي براها، بصرة اسمها، وهو الذي قال عن نفسه والحديث في المسند وغيره: أنا دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعوة إبراهيم. وبشرى عيسى، بشارة عيسى، بشر عيسى قومه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ورأت أمي حين ولدتني نورا، ويحتمل هذا كما قلنا رؤية مناوية أو شنو، أو رؤية حسية حقيقية. ثم أنه بعد أن وضع دنت النجوم حتى خشي الناس الذين كانوا داخل الغرفة مع آمنة أن تقع النجوم عليه، شافوا قرب من القرب من النجوم، وخمدت نار فارس، وكسرى أنوشروان تزعزع جدا، كسرى أنوشروان تزعزع جدا. كسرى أنوشروان هذا الذي عاصر النعمان بن منذر السماء وحكم الفرس 48 سنة. يوم الميلاد، يوم الرسول اتولد كان عنده 40 سنة حاكم، تاني بعد ذلك عاش 8 سنوات وشنو وتوفي وهلك دمنه كسرى شنو أنوشروان. ومعلش هطلع شوية بس، أنا ناس كسرى ذيل ما بخلون، لازم أتكلم عنه. كسرى أنوشروان قعد 8 سنوات بعد ذلك، رأى رؤيا أفزعته ونادى الموبذان، الموبذان ده الكاهن بتاعه، ولقى إن الكاهن رأى نفس الرؤيا، رأى خيلا صعابا تقودها خيل عراب نزلت دجلة وانتشرت، دي الرؤيا. فلما قص كسرى هذه الرؤيا على الموبذان قال الموبذان: لقد رأيت هذه الرؤيا نفسها،
فأرسلوا إلى عبد المسيح في الشام وجاءوا به من جهة النعمان المنذر العراق، وعبد المسيح لم يستطع يفسر رؤيا، فذهبوا إلى كاهن يسمى سطيح ففسر لهم الرؤيا بأن نبي آخر الزمان قد ظهر. وسطيح ذاته كما قال أهل السير فسر الرؤيا وسقط ميتا، بس فسره تاني مات، تاني ما قام ذاته، آخر تفسير ذاته اللي هو كان. وسطيح يماني هو أصلا لكن سكن بلاد الشام. المهم كسرى هذا ولد بعد لما هو قاعد عشان يفسر الرؤيا، جاءه أن نار فارس التي لم تخمد ألف عام خمدت، فازداد غما على غم، ومن إيوانه ارتجز. الإيوان ارتجز معناه اهتز الإيوان، فسقطت 14 شرفة اللي هو الحاجات اللي بيخطوها زي ما تقول نقول شو يعني المناور والحاجات اللي بيرصوها، مثلا طوب اقول مثلا حسب واحد تلقى عمل في البيت مثلا تصور بعدين برص الطوب، ده كان زمان يعني معلش، حسب بيقى سيراميك ولا بيقى شنو ناس الاتحاد بتاع الكورة عمله شنو يا اخي يا ناس، احنا كبرتوا عندكم موضوع على شنو يا اخي، الناس جعانين وبعدها بيجي يطيش، والله الصومال ما يغلبوها، خلي نيجيريا يا اخي شو ده بالقروش دي كلها. يقول لك اللاعب قال اشتروا به كم مليون، قال وبعد اصلا ما شفناهم اصلا نجحوا حاجه، بس شفت الستاشر من الستاشر طوال بيجوا مارقين لا قدامه مش ذاته نهايه، وده حالته صار فين فوق قروش قدر ده. فسقطت 14 شرفه، وكان تأويل الرؤيه ان ملك فارس سينتهي بعد 14 ملك. وفعلا حاجه عجيبه، تخيل الـ14 ديل ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم أنوشروان كسرى أنوشروان 8 سنوات، جاء حكم شهريار حكم، انتقل الملك بعد ذلك من آل كسرى إلى قوم من عامة الفرس، ووقعت مقتلة عظيمة في الفرس، فحكم في ظل 10 سنوات تقريبا، مش 10 سنوات، في 4 سنوات 10 حكام. بعد فضل كم؟ فضل أربعة. الأربعة ديل انتهوا في خلافة آخرهم، انتهى في خلافة عثمان بن عفان أو في خلافة عمر بن الخطاب كما سوف يعني كما هو معروف في قتال الفرس. وبالمناسبة يزد جرد آخر ملوك فارس بعد ما العرب بعد معركة البويب اجتمعوا، أزاحوا ما في واحد عمل شنو الحكم، ما من آل كسرى، ده جاب كل الناس اللي بينتموا لكسرى أنوشروان ده خدتهم في بيت واحد وحرقهم. أم يزدجر كلمت أخوانه خلال الولد جشالوه ومشوا قبل ما يحرقون، وبعد ذاك حرقوا الشفع، بس أي الشفع الذكور حرقوهن. أم يزدجر بعد ذلك جابته بسنين عشان يقاتل المسلمين العرب، وفعلا جمع الفرس ووقعت مقتلة عظيمة جدا عند الجسر، وإلى أن انتهت في معارك القادسية وما بعدها، ودي قصة طويلة وتاريخ طويل جدا. سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وكسر لما علم أنه سيحكم 14 حمد الله ذاته، قال خلاص ما في مشكلة 14 كثيرة ذاته، قالوا لحد 14 يحلنا ربنا ما في مشكلة، المهم أنا المهم أدينا عوجي، قال أنت تتيك عوجي. وفعلا سقطت الأمور. هذه من حيث التحقيق الإسنادي للروايات، القصص دي الإسناد فيها ضعيف لكن معظم أهل السير رواها، فكأنها تقوت كثيرة وليس كحديث، كحديث قد تكون ضعيفة، يعني خمود نار فارس وارتجاز الإيوان إيوان كسرى ورؤيا كسرى والموبذان وإلى غير ذلك. ومنا قصة البرمة، كانت قريش أول ما تلد مولودا يضعونه في برمة،
برمة مكفولة ومطلية. تعرفوا البرمة دي ولا تعرفوها؟ البرمة الواحدة دي بس. البرمة دي بيضع الشافع في البرمة. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره يوم في البرمة انشقت البرمة. فلما جاءوا ينظرون إليه فإذا به ينظر بعيونه إلى السماء وكأنه واع ومدرك صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل السير من الذي اختار له الاسم، والصواب أن الذي اختار له الاسم هو الله عز وجل. عبد المطلب وآمنة ما كانوا قارين كثير، لكن وقعت في خلدهم أن يسموه محمد، فلم يكن لهم بدا إلا أن يسموه محمد. ما في مفر نهائي، لازم يسموه منه يسموه منه محمد، لأن اسمه الذي يريده الله عز وجل له محمد. طيب هنا نقف وقفة مع الذين تسموا بمحمد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريكم المعجزة. واحد اسمه محمد ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ده واحد فيهم اسمه محمد ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، والثاني محمد، وقيل هذا أول من تسمي، ابن سفيان ابن مجاشع، وهذا جد الفرزدق الشاعر، والثالث اسمه محمد ابن البكري الجعفي، والرابع اسمه محمد ابن حمران ابن ربيعة. دي اللي اسمه منه. وفي واحد اسمه محمد ابن مسلمة، ده بعد ذلك بيقى شنو؟ بيقى صحابي سموه أهله في الزمن ذاك محمدا ليكون النبي. حكمة الله وين يا إخواننا؟ ده كله سموه محمد. عبد المطلب لما سئل من سميته قال سميته محمدا، والمشهور أنه قال ليكون محمودا في السماء ومحمودا في شنو؟ في الأرض. وكلمة محمد المحمود على ألسنة الناس، المجبور يجبر الناس على حمده لخصاله. ولذلك تجد الكفار من العقلاء حتى الذين لم يؤمنوا تجدهم يحترمونه صلى الله عليه وسلم كقائد فذ، المنصفون من الغربيين يحترمونه، فهو محمود، ولا تستطيع إلا أن تحمده لخصاله ولأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهو المحمود على ألسنة عامة الناس، فأكثر الناس ذكرا في الأرض من البشر هو محمد عليه الصلاة والسلام، يتسمى الناس به تيمنا، ينادى به للصلاة في كل وقت، المآذن والمنائر تشق عنان السماء 5 مرات في اليوم والليلة أشهد أن محمد رسول الله، في الصلوات في الصلاة الإبراهيمية وفي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، تعبدا لله جل وعلا في بدايات الحديث وفواتح الكلم يبدأ بالثناء على الله ويثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو محمود، محمد كثير الحمد، هذا معنى محمد. المعجزة وين؟ جميع الذين تسموا بمحمد لم يفكر واحد منهم أن يدعي النبوة ولو بالخطأ، ده لو كان واحد بس، حتى لو كذاب زي مسيلمة قال أنا نبي، كان الناس جهجه جهجه شديدة، وكان أهل الكتاب لقوا فرصة أجزوا لدعى النبوة. ما اسمه؟ ما اسم محمد. والآباء سموه محمد، أتان يبقوا أنبياء؟ بل غلط، ربنا منعوا منع وصرف منهم هذا الأمر صرفا أن يدعي أحد منهم أنه نبي. الذي قال من المحاميد الذي قال أنه نبي هو منه؟ هو واحد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو النبي الحق صلى الله عليه وسلم. طيب واسمه أحمد، والفرق بين أحمد أن اسم التعجب أفعل قد يكون فاعلا، فقولك أحمد أي كثير الحمد، ويمكن أن يكون أحمد الذي يحمد، الذي أن يكون اسم فاعل، أن يكون اسم مفعول كثير الحمد، وأن يكون اسم فاعل الذي شنو
يكثر من الحمد. والفرق بين أحمد وبين محمد كما قال ابن القيم في زاد المعاد وفي جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال أحمد كثير الحمد نوعا وكيفا، نوعا وشنو وكيفا، حمد براو بيحمد بطريقة نصف يدير يحمد بها. ومحمد كثير الحمد كما وكثرة، بيحمد كثير، وأحمد بيحمد حمد شنو نوعي. ولماذا جاء في أهل الكتاب أنه أحمد ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه لم يقل محمد؟ لأن اسم محمد تسمي به قبل النبي، لكن أحمد لم يتسمى به قبل النبي أبدا. محمد فيه زي الأسماء ذكرتهم لجدين، محمد ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد ابن البكري الجعفي، ومحمد ابن حمران، ومحمد ابن سفيان ابن مجاشع، ومحمد ابن مسلمة، وفي محمدات كتار يسموا شنو يسموا محمد. لكن أحمد ما في نهائي، مما الله خلق الدنيا لحد ما رسول ولد ما في واحد اسمه أحمد نهائي. عشان كذا جاب لون اسم عشان ما يقولوا أمكن ذاك ولا أمكن ذاك، واحد بس اسمه أحمد. لحد ما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وولد أهل الكتاب لا قبل ولا بعده ما في زول قدر يسمي أحمد نهائي. لذلك جاءهم باسم لا لبس ولا غموض فيه، اسمه اسمه أحمد. طيب قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء سماه جده عبد المطلب أو ألقي في خلد آمنة أو جاء هاتف يقول سميه محمد سيد زمانه، فإن المولى عز وجل أراده أن يكون محمدا. والاسم يعني تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في الأرحام وفي أصلاب الرجال كنطفة إنما بعناية دقيقة وباختيار واصطفاء واجتباء. فلذلك حتى اسمه موجود من ذي قبل أنه سيكون اسمه كذا. يعني حتى قلت لكم في الزبور قال لهم داود البهاء في وجهه والحمد غالب عليه وسيفه في عاتقه. عشان كده قال قيل لم يبعث بعد داود نبي السيف في عاتقه إلا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإن بقية الأنبياء الذين جاءوا لم يفرض عليهم قتال، إنما النبي المميز الذي كان السيف في عاتقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبار قليط معناه الحمد، وبالتحديد معناه أحمد. البار قليط معناه شنو؟ معناه أحمد. لما تفكك هذه الكلمة تلقاه شنو؟ تلقاه هي أحمد. المهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ولد رن إبليس، وقد قال أهل السير أن إبليس ما رن إلا أربع مرات. رن يعني شنو؟ يعني كورك، كورك بال زي شد يعملوا نسوان في البكا، ده اسمه شنو؟ رن، أقرب إلى النياحة. يعني يقول لك سوطاني ملعوناني مزمار عند نعمة ورن، رن إبليس أربع مرات عند ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أنزل السورة الفاتحة. كورة كوارث شديدة في الفاتحة، والله الفاتحة دي عجيبة بالله، الناس الليل والنهار يقول الفاتحة دي. بالله زول بيزهج منها ما في. ولما لعن ولما طرد من الجنة رن أربع مرات، ومنها أنه رن مع الميلاد. المهم بعد أسبوع، بعد أسبوع مباشرة من الولادة جاءت ثويبة مولاة أبي لهب فأرضعته بلبن ولد لها يسمى مسروع. وثويبة أرضعت قبل النبي حمزة، قبل النبي أرضعت منه حمزة، عشان كده حمزة يكبر وصلهم شنو عمه
وأخوه من شنو؟ من الرضاعة. وأخوه من الرضاعة مرتان، لأن التي أرضعت حمزة في بني سعد بن بكر السعدية جاءت في بيت حليمة وأرضعت رسول الله أيضا. وبعد ما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، أرضعت أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. وأبو سلمة ده قلنا يبقى رسول الله شنو؟ ود عمته، عمته ياتا، عمته برة، عمته اسمه منو؟ برة عمة النبي صلى الله عليه وسلم من أولادها أبو سلمة. وهذا حديث في الصحيحين بالمناسبة، هو أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها عزة. قالت لي اختزوج بأختي عزة؟ قال إنها لا تحل لي. قالت له سمعنا أنك تريد أن تتزوج بدرة بنت أبي سلمة، بنت أبو سلمة اسمه منه درة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تكن رديبتي وأمها تحتي لما حلت لي، فإنها أختي من الرضاعة، فإن ثويبة أرضعتني وأرضعت أبا سلمة، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ما في أحد يقول لي تزوج بنتي ولا تتزوج، قال لي نسوانه كده، قال لي نسوانه، ما في أحد يقول لي تزوج أختي ولا تعالي تزوج بنتي معي، رداهم. فدل من هذا الحديث أن ثويبة أرضعت من؟ أرضعت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرضعت من؟ أرضعت أبو سلمة، أرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي اللي هو الزوج أنه سلم زوجته بعد أن استشهد، وهي منه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فبالتالي لما ولدته أصلا والده كان قد خلف، يعني الورث الورث أنه سلم من أبيه، خلف خمسة أجمال، خمسة جمال وجارية حبشية اسمها أم أيمن. دي بقى مختلفة، أم أيمن دي يا سلام يا أخي، أم أيمن الحبشية اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عبيد ابن محسن الحبشية، مرة فاضلة حضنت النبي صلى الله عليه وسلم وربته وما فارقته أبدا بعد ما أبوه توفي. هي من حاضناته عليه الصلاة والسلام. وفي قصة لطيفة جدا، إنه كانت جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقالت له ناولني ماء فتديني موية. فاحتجت عائشة رضي الله عنها قالت أتقولين هذا يا رسول الله؟ قالت ما خدمته أطول. فقال النبي صدقت، ثم جاءها بالماء. قالت أنا الشيء اللي شلت له ما هين قالها صحيح، جاب لها الموية طوالي. وامرأة من الصالحات ما في ذلك شك، وكان يقول هي أمي بعد أمي. وهي أم أيمن، وأيمن ولدها من زوج حبشي يسمى عبيد بن زيد، وقد زوجها النبي زيد بن حارثة فأنجبت أسامة بن زيد. أم أيمن بركة الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أم أسامة، أم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سلم إذا رأى أسامة يمشي وما يجري على أنف الأطفال وعائشة تتقذف كان يمسح ذلك بيده ويقول لو كان أسامة جارية لجللته، لو كان بيتك تلبسته وسرحت له وعملت له وعملت له. كان يحبهم جدا عليه الصلاة والسلام لأنه وفي، عنده وفاء 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 عجيب. تأتي بعد ذلك بالتدريج قصة إرضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر. والشيخ الألباني يضعف رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد بن بكر، ولكن يرد عليه الرواية الوردت ضعيفة، لكن حديث البخاري حديث مسلم حادثة شق الصدر أنها وقعت في بني سعد بن بكر تؤكد أنه رضع شنو في بني سعد بن بكر. لكن تفصيل القصة ضعف الألباني هذا لما ناقش وصح وأخرج أحاديث كتاب شنو فقه السيرة، كتاب فقه شنو السيرة، وعمل صحيح فقه السيرة، فأسقط أو بين الأحاديث الضعيفة والروايات الضعيفة في هذه المسألة. رضع النبي عليه الصلاة والسلام في بني سعد بن بكر، أرضعته
امرأة فاضلة يعرفها الناس بأنها حليمة السعدية. يا أخي خلي رسول الله يحمد حليمة السعدية ناس كلهم عارفينها. في ناس ما عندهم ما علاقة ذاته في الدنيا دي كلها في الصين وفي إفريقيا عارفين حليمة السعدية. أشان منه؟ أشان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فحليمة السعدية وهي حليمة بنت أبي ذؤيب. أبو اسمه منه؟ أبو ذؤيب. وهذه كنيته. واسم منه ذاته؟ أبو ذؤيب ذاته منه؟ عبد الله ابن الحارث ابن شجنة. نسبه يرجع إلى هوازن. ناس السعديين بني سعد المكري هوازن بالنسبة. وهوازن تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده مضر. كلهم مضريين لأن مضر ولد ولدان. ولد قيس علان أو قيس عيلان وإلياس. إلياس جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرشين كنانة وقريش. وقيس علان أو قيس عيلان جاب منه؟ جاب ثقيف وجاب هوازن. الكلام ده عرفوه لأنه حتى لما انتجى حريف في قريش ورسل الحضرة اللي هي اسمها حرب شنو؟ اسمها حرب شنو؟ الفجار بكسر الفاء وليس الفجار. وهذا من الخطأ. تنطق بالفجار. حرب الفجار شهدها وعمره 20 سنة. كان ينبل لأعمامه ينبل أن يرد عليهم نبل عدوهم. لما ذاك إرمه ومصيب وتقع هو بيشير إلى القطع يجيبه لأعمامه. ولم يشارك مشاركة فاعلة لأنها حرب فاجرة وحرب يعني لم يؤمر ولم يؤذن له أن يقاتل فيها. ولو أراده الله أن يقاتل لقاتل. وأصلا هي 4 أيام. في اليوم الرابع ده اللي يسموه يوم الماء التقت فيه هذه الحرب. وكانت بين أهل حليمة السعدية وبين قريش. أهل حليمة السعدية اسمه بني قيس. قيس منه؟ قيس عيلان وهوازن. فقلنا حليمة هي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث ابن شجنة الذي يرجع نسبه إلى هوازن ابن مضر. وزوجها منه؟ زوجها الحارث ابن عبد العزة. وهو أيضا يرجع إلى هوازن في النسب. فالمهم حليمة السعدية أخذت جاءت إلى مكة وبنو قيس جميعا وبنو سعد بن بكر جميعا جاءوا ليأخذوا أطفال. وكانت حليمة تركب أتان. أتان يعني شنو؟ أنثى الحمار تسمى شنو؟ أتان. كانت تركب أتان. وكانت هذه الأتان بها عرج ومتخلفة عن المثيل حتى دخلوا مكة. وما عرض النبي عليه الصلاة والسلام على قوم من المرضعات إلا أبينه. حتى حليمة أبته. ولكن لما لم تجد شيء شاورت زوجها وكان معها كويس الحارث بن عبد العزة. كلمته قلت له يا أخي هذا الغلام الهاشمي يتيم عسى الله أن يبارك لنا. فأخذوه. وتقول الروايات أنها منذ أن حملته وكانت ترضع معه ولدها عبد الله. طبعا أخوان رسول من الرضاعة قلنا أبو رسول من الرضاعة اسمه الحارث ابن عبد العزة من هوازن. ولده عبد الله ابن الحارث. هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من شنو؟ من الرضاعة. وأنيسة بنت الحارث دي بنت حليمة. وجذامة بنت الحارث. وجذامة بنت الحارث هي المعروفة بالشيماء. اسمها منو؟ الشيماء. في ناس كتار بيسموا الشيماء وما عارفين ذاته. الشيماء دي ذاته شنو يكون عارفينها كويس؟ لكن الاسم عاجب. وكانت كبيرة ولذلك تعد أخته من الرضاعة وحاضنته. لأنها كانت بتشيله لما أمها تمشي كانت بتشيله معها بتحضنه. دي الشيماء. وفي الجعرانة في منطقة الجعرانة بعد حنين. حنين ما كان ضد هوازن فأزر قوم كثر وفيهم الشيماء
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وهذا من الروايات التي تؤكد على أنه استرضع في بني سعد بن بكر. يا سلام يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام وفي وفاء، وفي وفاء. وفي بعض الروايات أن حليمة جاءته أكرمها وأجلسها على بردته، وكان الصحابة قد أسروا أسرا عظيما ذراري ونساء. فلما جاءته الشيماء وجاء بنو، وده حنجي في غزوة حنين حنجيب عليه بالتفصيل، جاء يعني خطيبهم ابن الصهباء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء الذين في الحضر وفي الأتر عماتك وخالاتك وحواضنك. تأثر النبي عليه الصلاة والسلام جدا، قال ما كان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم. أي زول في بني عبد المطلب وهاشم عنده أثر؟ فلوجه الله تعالى أطلقكم. فقالت الأنصار نحن لك يا رسول الله، فأطلقوا 6,000 أسير بلبن رضعه النبي في بني سعد بن بكر وهو طفل رضيع. 6,000، شوف الدين ده بيعمل قيم كيف لك يا أخي، دي قيم عجيبة بالله. رضع هو شافع في بني سعد بن بكر، والشيماء كانت بتشيله، الشيلة دي فكت 6,000 رقبة. هذا غير الأموال، قدرت الأموال ب500 مليون، 500,000 درهم ما أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يا أخي لكن شيء عجيب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد بن بكر، حملته حليمة. لما مرت بأتانها على قومها الذين كانوا معها استغربوا، قالوا يا حليمة أكنت تكذبين علينا؟ أنت كنت تكذب ولا شنو؟ أنت لو قلت الأتاني ما قلت تمش. ودر اللبن لها ولعبد الله ولدها، فكانت ترضعه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ونشأ النبي في بادية بني سعد بن بكر من حيث عيلان، وهم أبناء مضر، نشأ هناك وترعرع. فما بلغ عامان إلا كان جفرا، جفرا معناه غلام شديد فاهم، يفهم أي حاجة. بلان إحنا الشافع الآن 10 سنة ما يفهم أي حاجة، 10 سنة الحبة دي ما يفهمها. كان قلت له الدكان أمس جيب صابون حمام، إيش له صابون بودرة؟ 10 سنة، 2 سنين غلام جفر صحته ذاته تمام. قالت حليمة والله ما دخل هذا اليتيم المبارك، سمته المبارك، علينا إلا وأحسسنا بالخير والفضل. قالت قيس عيلان كلها قحط، قال يذهب، تذهب غنيمات إلى المرعى وتأتي سمانا تحلب اللبن، حتى قالت قيس عيلان لرواعيها ارعوا أغنامكم حيث ترعى أغنام حليمة. قالت تقول حليمة وأغنام الناس ترعى مع أغنامنا، وتعود أغنامهم عجافا وتعود أغنامنا سمانا. لدرجة شوف أحست حليمة بهذا. لما تم عامان وفطم ذهبت به حليمة إلى مكة، قالت وأنا أضن به على أمه. دار تحتاج ترجعه وما دايرة، ما تكوكبي وما قلت مش خلاص رضعتوا هاي خلاص الدنيا. فقالت إن في مكة وباء، دي حليمة، وإني أخشى عليه من وباء مكة. فردتهم حليمة، فردته آمنة إلى حليمة ثانية. لما رجع في المرة الثانية جاءه حادث شق الصدر، فخافت حليمة خوفا شديدا فردته إلى أمها. وهنا انقسم أهل السير والتاريخ إلى طائفتين، وكل طائفة تحدد التاريخ. ابن إسحاق يقول بأنها في سير محمد بن إسحاق يقول أنها كانت بعد الفطام بشهور، لأن بعد الفطام ردته إلى مكة ثم تحايلت على أمه ورجعت به. فلما شق صدره عليه الصلاة والسلام حادثة شق الصدر جاءت بعد أشهر أرجعته. وجميع المحققين من أهل السير يقولون أن حادثة شق الصدر بعد أن مكث عامان بعد الرضاع في بني سعد بن بكر، وقد رأته، رآه عبد الله، رأى أن رجلا أضجعه، وقال هو عن نفسه رأى نسراني يتكلمان بكلام يفهمه، يقول هو هو، فنزلا عليه ثم وأضجعاه
وشق جبريل قلبه وأخرج منه حظ الشيطان. القصة معروفة وأصلها في صحيح مسلم. جرى عبد الله يقول لأمه قتل محمد، فجاءت حليمة تجري يعني بود شديد، فرأته قد قام على طوله ولكنه منتقع اللون، لون متغير. إخواننا لا بد، حصل حاجة، وده يوريك إنه العناية بدأت تنتقل من عناية معنوية إلى عناية حسية منذ الصغر. وهذا حصل شماد، حصل يعني الجسم ده شقوه. كان أنس يقول وإني لأرى أثر لم صدر النبي إلى بعضه، شافه قال جبريل لماه لا دم ولا أي حاجة، طلع قلبه بره وحشاه ودخل فيه، وطلع حاجة من القلب ودخل فيه ورجع له القلب، وقام طوال حليمة أخذته إلى مكة ورجعته لأمه. سألتها آمنة، قالت والله خشيت عليه من البادية وكذا وكذا، قالت أصدقيني، فأخبرتها الخبر. فقالت آمنة إن ابني هذا سيكون سيدا. ثم أخبرت حليمة بأمارات النبوة التي رأتها عند الحمل وعند الميلاد، ولكنها لم تكن تعلم أنه نبي بمعنى أنه سيكون نبيا. نقف عند حادثة شق الصدر لنتتبع النشأة النبوية المباركة في ربوع مكة وما حولها ورعيه للغنم وتجارته إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائل الرب جل وعلا أن يتقبل منا جميعا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.